يعني اتمنى حازم حازم امام نجم منتخبنا الوطني ونجم المباراه النهارده. حازم مساء الخير يا حازم. مساء الخير يا كابتن. ازيك وتحيات الكابتن شوبير ليك. ازيك كابتن شوبير؟ ازي حضرتك كابتن ومثلا على كابتن وليد. مبروك يا حازم يا جميل. الله يبارك في حضرتك كابتن، ربنا يخليك. يعني حازم اديني الاول شعورك، انت بتلعب مباراه قويه جدا، مباراه صعبه جدا، ما كنتش موجود في المباراه الاولى وبتاخد حمل كبير ناحيه اليمين، وناس تقول مش دولي وناس تقول صغير وناس تقول خبرته قليله، اديني شعورك وانت داخل المباراه الاول يا حازم. والله كابتن طبعا ما فيش زي ما حضرتك كنت بتقول، انا بس يعني كنت داخل خايف طبعا، بنلعب منتخب كبير مغلوبين نتيجه كبيره هناك، فكنت طبعا نازل في سنه قلق، بس راحت يعني مع اول لمسه يعني للكوره كده. كنت نازل عايز العب السهل الاول عشان الكوره تمشي معايا وكده، والحمد لله ربنا كرم، بس ما كانتش دي النتيجه طبعا اللي احنا كنا نتمناها، بس الحمد لله على كل شيء. حازم احنا كلنا متقبلين النتيجة لان العرض رائع، وكنتوا تستحقوا النهاردة ان انتوا تكسبوا 3-4. قول لي بقى يعني امنياتك لمنتخب مصر في المرحلة القادمة، يعني هل تحب تشوف ان انت الجيل بتاعك بقى محمد ابراهيم وعمر جابر وتريزيجيه ورامي ربيعة والمجموعة الصغيرة دي، ان انتوا ان شاء الله تقودوا منتخب مصر لان خصوصا التصفيات في فبراير يا حازم؟ والله يا كابتن بتمنى ان زي ما حضرتك قلت ان اللعيبه المصريه كده هتبقى عندها طموح، نفسنا ان شاء الله ان التصفيات الجايه نبقى نشارك في بطوله افريقيا، عشان احنا بقى لنا مرتين في بطوله افريقيا مش منتخب مصر ما شاركش فيها، ودي حاجه طبعا وحشه بالنسبه لنا، ان شاء الله نشارك فيها ويبقى نقدر نحقق الحلم اللي احنا بقى لنا فتره كبيره ما حققناهوش، ان احنا نوصل لنهائي كاس العالم، طبعا تصفيات كاس العالم، فان شاء الله يا كابتن كلنا بنتمنى ان احنا نوصل اول حاجه بطوله افريقيا، ان شاء الله تصفيات بطوله افريقيا نقدر نوصل بطوله افريقيا، وبعد كده نفكر في كارت التصفيات باذن الله ان شاء الله بتاع كاس العالم. طيب تعليمات مستر بوب برادلي ليك يا حازم النهارده كانت ايه؟ كان النهارده مستر بوب طبعا ما عندوش صراحه ان هو كان المفروض ان احنا نهاجم كويس، فكان بيخليني ان انا اتقدم، وكان رامي ربيعه بيميل شويه ناحيتي. فدي كانت يعني كان مدينا حريه شويه يا كابتن. حازم الفرصة اللي في نهاية الشوط الأول كنت عايز تحطها بسن الجزمة؟ كنت عايز احطها بسن الجزمة، ما جاتش زي ما أنت عايز. كانت المسافة صغيرة وأنا كنت عايز ألحقها قبل المدافع بتاعهم، فما كانش عندي خيار إن أنا أحطها بسن الجزمة. حسيت بعد الهدف الأولاني اللي سجله عمرو زكي إن إحنا قريبين إن إحنا ممكن نجيب الخمسة؟ شوية يا كابتن شوية. يعني أنا كنت كنت حاسس إن مش ده منتخب غانا اللي إحنا لعبناه هناك يعني. فكنت حاسس إن إحنا كنا ممكن إن إحنا نجيب أكتر من هدف، بس ربنا ما أردش يعني. قول لي التعاون اللي بينك وبين أحمد فتحي كان برادلي متفق معاك إزاي عليه، أو بينك وبين محمد صلاح؟ كان إن أنا برضو إن أنا لما أتقدم هو كان قايل لي ما تخافش إن في رامي هيرجع هيغطي وراك، وأحمد فتحي لو حد زيادة عليك أحمد فتحي هيزيد هيغطي ناحيتك هيبقى معاك. فما قال لي ما تقلقش من الحته ديت، يعني ان يجي اثنين على واحد او ثلاثه على واحد لا ما تخافش الحته دي. حازم احنا يعني بنتمنى ان يكون ده مستواك على طول. صحيح. يعني يا حازم احنا من اكتر من 3 سنين انا والكابتن شوبير، واول ما شفناك طالع راجل ناشئ في صفوف نادي الزمالك والتالق ليك، قلنا عايزين حازم امام يبقى احد الاعمده الرئيسيه في منتخب مصر، فارجوك يعني ونتوسل اليك ان انت المرحلة القادمة توصلنا امم افريقيا وتوصلنا تصفيات كاس عالم وتوصلنا يعني تبقى انت عنصر مؤثر في منتخب مصر يا حازم. انا بشكر حضرتك كابتن على الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله، وانا طبعا عارف ان حضرتك كابتن شوبير على طول بتتكلموا عني كويس، والله ده شرف ليك، شرف كبير يا كابتن، وانا بشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل ده. حازم عايز اسالك، حسيت بفرق في الملعب بيننا وبين لعيبه غانا اللي بيلعب في الميلان واللي بيلعب في اليوفي واللي بيلعب في سبارتاك موسكو واللي بيلعب في تشيلسي واللي في الانديه الكبيره دي، وانت في الملعب حسيت بالفرق ده ولا حسيت ان احنا احسن وافوق، ولو عندنا دوري منتظم وعندنا مسابقه منتظمه كنا نبقى احسن من كده بكتير يا حازم؟ والله كابتن انا زي ما بقول لحضرتك انا مش ده المنتخب اللي انا شفته هناك يعني. انا ما كنتش شايف فرق خالص يعني، بالعكس احنا كنا متفوقين عليهم. انا كنت حاسس ان هم مش قادرين يجارونا والله كابتن، بس هو ده قدر ربنا طبعا والحمد لله. انتوا حظكم بقى الامطار هناك في غانا، واحنا مش متعودين، ما فيش غير صلاح والنني بس اللي كانوا بيلعبوا تحت مطر شديد، وانتوا رايحين يعني سبحان الله اصلا ما فيش دوري، فحظنا هارد لك حازم امام نجم منتخبنا الوطني واحسن لاعب في المباراه النهارده، بشكرك شكرا جزيلا. قلب حازم. ايوه يا عمرو.
كابتن وليد. اه طبعا دلوقتي في كابتن شريف اكرامي وكابتن جدو، بس طبعا انت بتجري عمرو ولا ايه؟ اه بيجري وراهم يعني. اه طبعا. طب حاول، بقول لك ايه يا عمرو، حاول تشنكل اي حد يعني زعل كده. لو ثلاثة على واحد لا ما نخش الحته دي. اه حازم، احنا يعني بنتمنى ان يكون ده مستواك على طول. صحيح. يعني يا حازم احنا من اكتر من 3 سنين انا والكابتن شوبير، واول ما شفناك طالع راجل ناشئ في صفوف نادي الزمالك والتألق ليك، قلنا عايزين حازم امام يبقى احد الاعمده الرئيسيه في منتخب مصر. فارجوك يعني ونتوسل اليك ان انت المرحله القادمه توصلنا امم افريقيا، وتوصلنا تصفيات كاس عالم، وتوصلنا يعني تبقى انت عنصر مؤثر في منتخب مصر يا حازم. انا بشكر حضرتك كابتن على الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله، وانا طبعا عارف ان حضرتك كابتن شوبير على طول بتتكلموا عني كويس، والله ده شرف ليك، شرف كبير يا كابتن، وانا بشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل ده. حازم، عايز اسالك، حسيت بفرق في الملعب بيننا وبين لعيبه غانا اللي بيلعب في الميلان واللي بيلعب في اليوفي واللي يعني حازم؟ حازم امام نجم منتخبنا الوطني ونجم المباراه النهارده. حازم مساء الخير يا حازم. مساء الخير يا كابتن. ازيك وتحياتي الكابتن شوبير ليك. ازيك كابتن شوبير؟ ازي حضرتك كابتن؟ وبتكلم على كابتن وليد. مبروك يا حازم يا جميل. الله يبارك في حضرتك كابتن، ربنا يخليك. يعني حازم اديني الاول شعورك، انت بتلعب مباراه قويه جدا، مباراه صعبه جدا، ما كنتش موجود في المباراه الاولى، وبتاخد حمل كبير ناحيه اليمين، وناس تقول مش دولي، وناس تقول صغير، وناس تقول خبرته قليله. اديني شعورك وانت داخل المباراه الاول يا حازم. والله كابتن طبعا مفيش زي ما حضرتك كنت بتقول، انا بس يعني كنت داخل خايف طبعا، بنلعب منتخب كبير مغلوبين نتيجه كبيره هناك، فكنت طبعا بدايه الشوط الاول كنت عايز تحطها بسن الجزمه. اه كنت عايز احطها بسن الجزمه، ما جاتش زي ما انت عايز. اه كانت المسافه صغيره وانا كنت عايز الحق قبل المدافع بتاعهم، فما كانش عندي خيار ان انا احطها بسن الجزمه. حسيت بعد الهدف الاولاني اللي سجله عمرو زكي ان احنا قريبين ان احنا ممكن نجيب الخمسه؟ شويه كابتن، شوية. يعني انا كنت كنت حاسس ان مش ده منتخب غانا اللي احنا لعبناه هناك يعني. فكنت حاسس ان احنا كنا ممكن ان احنا نجيب اكتر من هدف، بس ربنا ما عرفش يعني. قول لي التعاون اللي بينك وبين احمد فتحي، كان برادلي متفق معاك ازاي عليه، او بينك وبين محمد صلاح؟ كان ان انا برضو ان انا لما اتقدم هو كان قايل لي ما تخافش ان في رامي هيرجع هيغطي وراك، واحمد فتحي لو حد زيد عليك احمد فتحي هيزيد هيغطي ناحيتك هيبقى معاك. قال لي ما تقلقش من الحته ديت، يعني ان يجي اثنين على واحد يبقى عندها طموح. نفسنا ان شاء الله ان التصفيات الجايه نبقى نشارك في بطوله افريقيا، عشان احنا بقالنا مرتين في بطوله افريقيا مش منتخب مصر ما شاركش فيها، ودي حاجه طبعا وحشه بالنسبه لنا. ان شاء الله نشارك فيها ويبقى نقدر نحقق الحلم اللي احنا بقالنا فتره كبيره ما حققناهوش، ان احنا نوصل لنهائي كاس العالم، طبعا تصفيات كاس العالم. فان شاء الله كابتن كلنا بنتمنى ان احنا نوصل اول حاجه بطوله افريقيا، ان شاء الله تصفيات بطوله افريقيا نقدر نوصل بطوله افريقيا، وبعد كده نفكر في تصفيات باذن الله ان شاء الله كابتن بتاع كاس العالم. طيب تعليمات مستر بوب برادلي ليك يا حازم النهارده كانت ايه؟ كان النهارده كان هو كان مستر بوب طبعا ما عندوش كراحه ان هو كان المفروض ان احنا نهاجم كويس، فكان بيخليني ان انا اتقدم، وكان رامي ربيعه كان بيميل شويه ناحيتي. فدي كانت يعني كان مدينا حريه شويه كابتن. حازم الفرصه اللي في نازل في سنه قلق، بس راحت يعني مع اول لمسه يعني للكوره كدهوت. كنت نازل عايز العب السهل الاول عشان الكوره تمشي معايا وكده، والحمد لله ربنا كرم، بس ما كانتش دي النتيجه طبعا اللي احنا كنا نتمناها، بس الحمد لله على كل شيء. حازم احنا كلنا متقبلين النتيجه لان العرض رائع، وكنتوا تستحقوا النهارده ان انتوا تكسبوا 3-4. قول لي بقى يعني امنياتك لمنتخب مصر في المرحله القادمه، يعني هل تحب تشوف ان انت الجيل بتاعك بقى محمد ابراهيم وعمر جابر وتريزيجيه ورامي ربيعه والمجموعه الصغيره دي ان انتوا ان شاء الله تقودوا منتخب مصر لان خصوصا التصفيات في فبراير يا حازم؟ والله كابتن بتمنى ان زي ما حضرتك قلت ان اللعبه الصحيه كده